هاي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا اسفه جدا 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 ان انا بقالي كتير قوي ما كنتش بنزل فيديوز، كان ورايا امتحانات، بس انا خلاص قررت ان انا يعني هعمل لكم فيديوز كتير ورا بعض، يعني مرتين في الاسبوع هحاول يعني على قد ما اقدر. النهارده قررت اعمل لكم حاجه انتوا كلكم بتحبوها، وهو سلايم. يعني انا هعمل جليتري سلايم، فمحتاجه جليتر. انتوا ممكن تعملوا السلايم بس ما تضيفوش عليه الجليتر، وتضيفوا عليه بقى الوان، اي حاجه براحتكم. هو احنا كل اللي محتاجينه غيره خشب او وايت بلو، بيرسيل باور جل، حبه بسيط جدا، شايفين يعني نقطه بسيطه جدا، ومعلقه كبيره، وحاجة صغيرة كده علشان نقلب بيها، والمعلقة الكبيرة عشان هناخد بيها الجلو. هنبدأ بقى. احنا هناخد المعلقة طبعا ونطلع منها الجلو. انا خدت كده علشان المعلقة كبيرة يعني قوي، خدت تلت المعلقة كده، هوريلكم حالا اهو التلت. ممكن بقى ننزل بدي شوية كل الجلو، يعتبر انه خلاص يعني بينزل جدا من على المعلقة، والباقي بقى نبقى ناخده لما نعمل السلايم، ناخده بالسلايم. اهو كمية الجلو، مش عارفة انتوا باين لكم ولا لأ، علشان بس الطبق ابيض. هنقلب كده الجلو شوية، خلاص قلبناه. هنضيف عليه حبة بحبة بيرسيل كده، لو عوزنا تاني نبقى نزود. بيبدأ بقى يتماسك، بصوا حتى يعني بقى متماسك لدرجة انه دخل في المعلقة. هو خلاص بقى كله ماسك في بعضه، فنبدأ كده ناخده بالراحة. هو ستيكي جدا، فممكن ان احنا نحط عليه سنة بيرسيل كمان. زودت ونبدأ نقلب تاني بالراحة، وبعدين ناخد ونقلب بالشكل ده كده. بيبدأ بقى انه يبقى متماسك معانا، هو بقى سلايم بس ستيكي. بس احنا هنلم بقى الحاجات اللي في الطبق واللي في المعلقة. لما بياخد من البرسيل اللي في الطبق بيبقى مش ستيكي قوي بالشكل اللي انت شايفينه، عشان يلزق في الايد. خلاص لميت كده كل اللي في الطبق، ابدأ بقى ألمه من ايدي. احنا ممكن نزود نقطة برسيل طالما هو ستيكي قوي كده، مش عارفين نخرجه. سنة بسيطة خالص علشان لما بنزود بيبوظ. هو بصوا ما بقاش متماسك قوي، فاحنا بقى نفضل نلعب بيه كده لحد ما بيبقى متماسك زي ما انتوا شايفين. احنا خلاص كده عملنا السلايم، ناقص بس ان احنا هنحط عليه الجليتر. فانا هعمله كورة، وبعمل بصباعي كده حاجة بسيطة كده، يعني خرم صغنطوط كده بصباعي، وهحط الجليتر بالراحة خالص. وابدأ اني اعمل كده ناخده كل الجليتر كده ناخده. هو لسه ما بقاش جليتري قوي، فممكن ازود حبة كمان. بس انا دلوقتي فرده عشان هرش عليه كده شوية. اهو خلاص السلايم اتكون بقى جليتري سلايم. مش قادرة اوصف لكم اوصف لكم هو حلو قد ايه.
ويعني هيعجبكم جدا، وجربوا انكم تعملوه مش هتخسروا حاجة. هو كده خلاص احنا خلصنا السلايم، يا رب يكون السلايم عجبكم واعملوا زيه بجد، هيكون حلو جدا. ولو السلايم فعلا عجبكم وجربتوه ونجح معاكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب وتعملوا هاشتاج حملة توصيل 5 minute craft لل 70 سبسكرايبرز او لل 70 مشترك. هبقى مبسوطة جدا وهعمل لكم فيديوهات كتير 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 جدا جدا جدا. ومتنسوش تاني تعملوا لايك وسبسكرايب. باي باي.